السلام عليكم. للمصداقية هذا الفيديو راه لا إشهار ولا دعاية. بسم الله. عرض وكيل سيارات متعددة العلامات سيارة فولكسفاغن جيتا ترقيم 2021 للبيع برخصة المجاهدين مع تسليم فوري. السيارة مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.6 لتر يولد قوة 110 حصان، متصل مع علبة سرعات أوتوماتيكية، وتحتوي جيتا المعروضة للبيع على جميع وسائل الراحة والأمان على غرار سقف زجاجي بانورامي وشاشة رقمية تعمل باللمس، تدعم نظام الاندرويد اوتو والابل كار بلاي ونظام ملاحة متطور ومكيف هوائي رقمي ونظام الثبات الالكتروني في المنعرجات USB ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS ونوافذ الكترونية ومصابيح مضادة للضباب وعجلات معدنية وكاميرا خلفية وغيرها من المواصفات الراحة والرفاهية ما نقدروش نقولهم كاع به ما نطولوش من وقت الفيديو. وبالنسبة للسعر أكد الوكيل أنه يعرضها بسعر 530 مليون سنتيم. سلام.